بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل حق الاكسرسايزز بدرس الريل نمبرز. صرنا بكتاب الرسمي, صرنا باكسرسايز نمبر 19. بال 19 فيه بيقول لي بيرفورم واعطيني اي بي سي دي. بنبلش خطوه خطوه, وحده وحده بنبلش فيها على مهل وبالتفصيل. بيجي بتطلع انا هيدا مثل كانه لما عم يقول لي بيرفورم يعني اعطيني جواب نهائي. هيدا الجواب النهائي يعني كأنه شو هيدا البراكت معناته ضرب, يعني أنا عندي هيدا الفاكتر مضروب بهيدا الفاكتر. إذا بس بدكن تراجع, هو هاي مراجعة للسنة الماضية صف الثامن. إذا بتلاحظوا في عندي أنا عندي 1 هون وهون عندي 1, هون راديكال 5 هون راديكال 5, يعني أنا عندي نفس الأرقام بأول فاكتر تاني فاكتر, بس الاختلاف هي بلس وماينس. يعني هيدي إذا بتتذكروا صارت على قاعدة A بلس B into A minus B. فهيدي remarkable identity اللي هي جوابها شو A square minus B square. يعني إذا شفتوا هيدا الشكل دغري جوابه هيك. مين الـ A؟ هاي الـ A وهاي B, هاي A وهاي B. فأنا بعمل A square يعني 1 square minus الـ B هي radical 5, radical 5 square. فـ 1 square هي 1, هون طبعا بنحط equal minus square بطير الفاي بطير راديكال, فبيطلع عندي الجواب minus 4. انتبهوا للريماركابل ايدنتيتي. اذا شفنا هيدا الشكل نفس الارقام بس اختلاف بالاشارات, فمعناتها a plus b a minus b. فدغري الجواب هو شو a square minus b square. لازم تشتغلوا هيك لحتى نسهل او لحتى الوقت ما يروح, ما تحسوا تقولوا المسابقة طويلة. لا, المسابقة مش طويلة, المسابقة بتكون تعرفوا كيف تحلوا بالطريقة اسرع, وكيف بتصيروا تعرفوا لما تصيروا تحلوا أكتر. بلشوا حل من أول السنة. التانية بيجي بتطلع فيها, لا ما بلاقي إنه هني نفس الأرقام جوا, والبراكت هو ضرب, يعني كأنه هون عم بيقلني نعمل expand. كيف بنضربهم له؟ expand يعني فكك لي إياه, شلي هذا البراكت شلي إياه, بدي بالأخير عطوني رقم. فأنا عندي هون مثل صار عن 2 factors بس كل واحد مؤلف من 2, فالوان بتنضرب براديكال 2, ترجع الـ 1 بتنضرب براديكال 3, راديكال 6 بتنضرب براديكال 2, بعدين راديكال 6 بتنضرب براديكال 3, يعني ايكوال. نبلش بأول رقم الـ 1, بدي اضربه بهول الرقمين 1 تايمز راديكال 2, هاي راديكال 2. تبو في عندي ماينس هون صح, بدي اضرب الـ 1 براديكال 3. شو إشارة الـ 1؟ بلس. شو إشارة الراديكال 3؟ ماينس. فبضرب إشاراتهم ببعض, بلس ضرب ماينس ماينس, 1 تايمز راديكال 3 هاي راديكال 3. هلا خلصنا من الوان, بدي بلش بالراديكال 6. راديكال 6 بضربها بهول رقمين, كمان بدي اطلع باشاراتهم. هاي راديكال 6 اشارتها بلس, والراديكال 2 كمان اشارتها بلس, فبلس ضرب بلس هاي بلس. راديكال 6 ضرب راديكال 2 بيطلع عندي راديكال 12. هلا صار راديكال 6 بضربها براديكال 3, يعني بدي اضرب الاشارات ببعض, اشاراتهم لهول الارقام, بلس ضرب ماينس ماينس. راديكال 6 ضرب راديكال 3 بيطلع عندي راديكال 18. فهون راديكال 2 بضل مثل ما هي, كمان راديكال 3 مثل ما هي, بس هول شو بيتزبط. للراديكال 12 نعمل برايم فاكتورايزيشن لل 12, ديفايد باي 2 6 ديفايد باي 2 3 ديفايد باي 3 1. شو بيطلع عندي راديكال 12؟ شو هي؟ هي 2, لانه هو بيظهر وحده بتصير 2 راديكال 3. إذا بدكم بسطة, هي radical 12 شو جوابها؟ هي radical 2 to power 2 times 3 equal هاي square بتطير الراديكال. ليه؟ لأنه هول شو معناتهم؟ هو معناتهم أنه radical 2 to power 2 times radical 3, فهي square بتطير ها radical 2 و radical 3 هي ياهن, فradical 12 هي 2 radical 3. طيب radical 18 كمان بعمل prime factorization لل 18 divided by 2 9 divided by 3, ما بتنقسم على 2, 3 divided by 3 1. اتفقنا كل 2 بيطلعوا وحده, يعني كل هول رقمين شو يعني بيطلعوا وحده؟ بيطلعوا عدد واحد اللي هو 3, يعني بيطلعوا, بس قول بيطلعوا يعني بيطلعوا برات الراديكال, بتصير هاي الماينس هون نزلي بصير 3 بلا راديكال. وهاي 2 مش ما في عندي رقمين هن 2, فهاي بتضلها تحت الراديكال, راديكال 2. فهون شو بينعمل؟ مين اللي بينجمع مع مين؟ مين ما بينجمع مع مين؟ هاي راديكال 2 هون فيها راديكال 2, فبينعمل هاي شو كأنه في عندي 1,
فإذا هون عندي راديكال 2 هون راديكال 2 بعمل راديكال 2 هون. ال1 ماينس 3 هي ماينس 2. هون شو عندي راديكال 3 وهون مع راديكال 3 بحط راديكال 3 هون. ماينس هون هي 1 ماينس 1 بلس 2 يعني بلس 1 اللي هي شو بتضل 1 تايمز راديكال 3 يعني راديكال 3. فهيك بيطلع الجواب الأخير. هون ما فيني أعمل لهم شيء. ليه؟ لأنه الراديكال تاعهم مختلفين. منا ضرب هي مش ضرب لحتى انه فيني اضربهم ببعضهم. لما يكون زائد او ناقص ما فيني هيك بتركهم لما يكون في اختلاف بالراديكال. بنكمل الباقيين. بيجي بتطلع بالسي اول شيء بتطلع فيه انه هن الارقام مثل بعضهم ولا مش مثل بعضهم. لا مش مثل بعضهم. هاي 2 هاي راديكال 2 مش مثل بعضهم. فبس كانه بدي اعمل اكسباند عادي يعني اول رقم لانه البراكت معناته ضرب معناته هيدا الفاكتور مضروب بهذا الفاكتور. كيف بضربهم ببعض؟ بضرب اول رقم بهو 2 بضربه اول مره بالراديكال 2 بعدين بالراديكال 3. الراديكال 6 بضربه اول مره بالراديكال 2 برجع بضربه بالراديكال 3. هلا بيجي بتطلع 2 ضرب راديكال 2 2 راديكال 2 بدي ارجع اعمل 2 تايمز راديكال 3. قبل ما اضرب الارقام بضرب الاشارات ببعض يعني انا عندي هون اشارتها زائد هاي اشارتها ناقص. زائد ضرب ناقص ناقص. 2 ضرب راديكال 3 هي 2 راديكال 3. انتبهوا 2 ضرب راديكال 3 منا راديكال 6 هي مش بضرب اللي تحت مش بضرب الارقام يعني بعمل راديكال 1 لا هاي برات الراديكال هاي جوا الراديكال بيضلوا كل شيء محله برا الراديكال جوا الراديكال. هلا بدي بلش بالراديكال 6 لازم اضرب لانه في اشاره بعد تنحط هاي الراديكال 6 اشارتها ماينس راديكال 2 اشارتها بلس ماينس ضرب بلس ماينس راديكال 6 ضرب راديكال 2 راديكال 12 لانه اثنيناتهم تحت الراديكال ففيني اضربهم. هلا ماينس ضرب ماينس بلس راديكال 6 ضرب راديكال 13 راديكال 18 فتقريبا هيدا نفس الارقام تاع السؤال اللي قبله 2 راديكال 2 ماينس 2 راديكال 3 شو طلعت جوابها راديكال 12 طلعت جوابها 2 راديكال 3 بلس شو جواب الراديكال 18 هي 3 راديكال 2. فلما يكون في عندي ماينس وبلس بيناتهم بدي اجي اطلع انه اللي عندهم نفس الراديكال هاي فيها راديكال 2 هاي فيها راديكال 2 فهو بينعملوا مع بعض. هاي اشارتها بلس بلس 2 بلس 3 يعني بلس 5 راديكال 2. هولي اشاراتهم شو او الراديكال تاعهم راديكال 3 راديكال 3 بصير بتطلع شو هاي راديكال 3 هون بصير بتطلع بالرقم اللي برا يعني ماينس 2 ماينس 2 شو بيطلع عندي ماينس 4. هو ما فيني اعمل فيهم شيء خلصت هيك ما فيني اعمل ليه لانه في عندي بلس وماينس مش مثلا في تايمز او ديفايد هاي خلصت هيك هون. بجي بتطلع بدي شو بلاقي بلاقي انه انا عندي نفس الارقام جوا راديكال 2 راديكال 2 راديكال 5 راديكال 5 شو المختلف الاشارات في عندي بلس هون ماينس يعني هيدي صارت قاعده اللي هي a بلس b a ماينس b. شو اتفقنا جوابها لهاي جوابها دغري a سكوير ماينس b سكوير يعني مين الـ A؟ هاي الـ A هاي الـ B هاي الـ A هاي الـ B. لما أقول A سكوير يعني راديكال 2 سكوير هاي إيكوال القاعدة فيها ماينس الـ B مين هي راديكال 5 فبحط راديكال 5 to power 2 إيكوال سكوير طيّة الراديكال 2 هاي ماينس نزلت سكوير طيّة الراديكال هاي 5 فشو بيطلع الجواب ماينس 3. هيك بيكون خلص هيدا السؤال. اي استفسار حكوني بالكومنتس وانا بخدمتكم.